يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج تو كلينك. دكتور محمد البلوشي حياك الله معنا. الله يحييك ويسلمك دكتور محمد، ومشكورين على الاستضافة وياكم برنامجكم. الله يسلمك إن شاء الله دكتور. دكتور محمد البلوشي حضرتك متخصص في جراحة العظام وفي أماكن معينة من الجسم اللي هو الورك والحوض وأيضا الركوة، والدكتور أيضا في مجال تخصصك المناظير الجراحية وأيضا بعض الإصابات الرياضية أو الإصابات الرياضية اللي تكلمنا نوعا ما عن بعض هذه الإصابات في حلقات سابقة، وتكلمنا يمكن بالتحديد عن قطع الرباط الصليبي. لكن اليوم دكتورنا بنتكلم في نفس المفصل، مفصل الركوة، لكن عن مشكلة الغضاريف. دكتور دائما نسمع أن هذا الغضروف صار في قطع، هذا يحتاج أن أسوي له تنظيف، هذا خياط، راح نوصل حق الطرق العلاجية والعمليات الجراحية. لكن في البداية دكتور بين لي شنو هي الغضاريف، كم غضروف صار، شنو هو دوره، شنو ليش موجود هذا الغضروف، كلمني عن الغضاريف بشكل عام دكتور. طبعا الغضاريف مثل ما نعرف احنا بالكويت اللي يسمونهم الغضاريف الهلالية، عندنا غضروفين اللي هو الداخلي والخارجي. وظيفتها تقريبا ان هي وظيفة تقريبا شبه حركية، زين، يعني مثلا تمتص الصدمات، هذا كدور اساسي حقها. عشان كذي نشوف مثلا مع العمر وايد مثلا من الناس تحوشهم تمزقات مثلا بالغضاريف الهلاليه، كثره الحركه، كثره الاستخدام تؤدي الى مثلا شنو تمزقات خفيفه بالغضروف نفسه. اوكي ممتاز. وممكن هم تحوش الاصابات مثلا بسن صغير من ناحيه اصابه مثلا طيحه، اصابه رياضيه، لفه الركبه هذه هم تؤدي الى التمزق بالغضاريف. ممتاز دكتور، كلمني عن الغضروف نفسه، شنو هو الغضروف، شلون صاير، شنو انواعه، شنو دوره بالضبط؟ طبعا دوره نفس ما قلت لك انه هو مثلا يمتص الصدمات. انزين، هو الغضروف مثلا يكون مثلا من ماده مثلا خلينا نقول جيلاتينيه، ممكن نقول صحيح. عنها يعني انا مثلا يخوني التعبير مثلا بالعربي شلون راح اوضح لك اياه. انزين، بس انه هو يكون مثلا موجود يفصل صاير مثلا صاير كنا ربل دكتور تقريبا بالضبط. هذا كنا ربل موجود بالركبه يحمي الركبه مثلا حق الحركه مثلا معينه، يحميها يعني من احتكاك عظم بعظم، من احتكاك العظم بالعظم. عشان كذي نشوف يعني مرحله ما بعد التمزق الغضروف تي الخشونه، لانه يبلش العظم يحتك مع العظم. عرفت يعني هذا مثلا شيء مثلا اساسي، يعني انه كدورك انت كدكتور او كجراح تحاول تحافظ على الغضروف لاطول مده ممكنه. حتى لو كان في تمزق تحاول تحافظ عليه، الا اذا لا سمح الله خلاص انت نفذت وياك كل الطرق العلاجيه التحفظيه، راح تلجا بعدها الى مثلا جراحه المناظير اللي ممكن راح نتكلم عنها بعدين. بخصوص الغضروف. ممتاز دكتور، هل دائما يعني في فئه معينه من الناس هم هذول اللي يجون عندهم مشاكل في الغضاريف من ناحيه لايف ستايل معين، ناحيه سلوكيه، رياضيين او لا، فئه عمريه معينه خلاص ممكن من يجيكم تعرفون ان هذه الفئه اكثر ناس معرضين للمشكلات الصحيه بالنسبه للغضروف؟ صراحة من أكثر المرضى اللي مثلاً كنت أواجههم مثلاً مشكلة الغضاريف، ما في فئة عمرية معينة، يمكن يجيلك صغير وايد خاصة من بعد 17-18، أو مثلاً يمكن يجيلك كبير وايد طبعاً بعد 50-60، هذول كلهم موجودة مثلاً عندهم. دكتور منطقي نوعاً ما إذا فوق 50-60 من جراء الاستخدام السنوات كذا راح هذا الغضروف وصار الاحتكاك مثلاً، لكن صغير جداً ليش دكتور؟ إصابة تلاقي إياه أنه طايح، خاصة مع الحين هبة البادل، ان خاصة الفترة يمكن قلت الحين شوية صح، يعني مثلا يقول لك اني وايد لاعبين ان تغيير نوعية الأرضية اللي كان متعود يلعب عليها. مثلا لاعب خلينا نقول عندي واحد من الشباب يلعب سكواش راح لعب بادل، الأرضية تختلف صح. هذه الأرضية بس ان فرق الأرضية، لانه خلينا نقول متعود انه هي سلايد مثلا يتزحلق، خلينا نقول بالبادل ما تقدر تتزحلق، تثبت الركبة. عرفت لما تصير تثبت الركبة ويصير في لها مثلا حركة، زين شنو يصير هني؟ ضغط على الغضروف، هني يؤدي الى التمزق. عرفت يعني وايد لاعبين مثلا اللي لاحظتهم اللي يغيرون مثلا ارضيات الملاعب تحوشهم. يعني انت متعود تلعب على حشيش تروح تلعب على قار، او خلينا نقول تلعب على مثلا ثيل صناعي ثيل طبيعي، سيستم ريلا سبحان الله كان كذي حركته بالضبط، ديناميكيته دائما كانت على هذا الوضع، الحين تغير فممكن يصير عنده هذه الاصابه بالضبط. هذا هو. عرفت، وهم الناس ما قلت لك مثلا الالعاب اللي مثلا فيها الاختلاف مثلا بالجهات، مثلا نفس لعب الكره، لعب كره اليد صح. او السله او غيرها مثلا من الاشياء، او الاصابات المباشره حق الركبه.
انا هذه النقطه اللي ابيها. ايضا الالتحامات دكتور او مثلا الكدمات القويه ممكن ايضا تسبب هذه الاصابه، ممكن لان انت ما تدري شنو قاعد يصير بريلك تحت. تخيل انت ريلك ثابته على الارض وواحد يدش عليك، اي يدش عليك من على الجنب. تكون مرتكزه على الارض صح؟ بالضبط، يعني تكون مرتكزه على الارض يعني ثابته، يعني ما تقول يعني لما واحد يطقك تلاقي الركبه تلف وريلك تحت ثابته. سو هذه يؤدي شنو الى دوران داخل مصر الركبه. هني يؤدي الى تمزق مثلا من الغضروف. تمام دكتور، احنا دائما نشوف ان دائما في ارتباط بين قطع رباط صليبي والغضروف، يعني دائما نشوف ان اللي عنده قطع رباط صليبي دائما الغضروف متاثر او نوعا ما. كلمنا هنا النقطه صح؟ لان الميكانيزم مالت الطقه نفسها يعتمد، مثلا نفس ما قلت لك مثلا رباط صليبي ممكن يكون الريل تكون مثنيه ولي داخل ومع اصابه زياده عليها يصير فيها روتيشن، يعني يصير فيها مثلا دوران مثلا بالمفصل نفسه، يؤدي مثلا الى تمزق الغضروف والرباط الصليبي معا يعني ويا بعض. وايد مثلا من الحالات تلاقي انه والله بس الرباط الصليبي، يعني بالنسبه حقي انا كجراح مثلا اقول افضل اكيد انه يكون بس الرباط الصليبي مثلا متاثر، لان اذا كان الغضروف متاثر وياه راح يسوي له شنو؟ راح اضطر انه مثلا اخيط له الغضروف. يعني عاده مثلا احنا كجراحين نفضل او نحبذ انه مثلا اذا كان في رباط صليبي وغضروف نضبط الرباط الصليبي ونخيط الغضروف بنفس الوقت، نحاول ما نشيله، لان جزء من الاستابيليتي مثلا ثبات الركبه يعتمد على الغضاريف. عرفت؟ يعني على الغضروف الخارجي والداخلي. يعني خلينا نقول اذا بتروح حق البايوميكانكس مثلا الركبه نفسها شلون تشتغل، شنو وظيفه نفس ما انت قلت توا الغضروف الغضاريف الهلاليه مثلا خلينا نقول الداخلي والخارجي، نقول الداخلي يتحكم بحركه الركبه قدام ورا، الجانبي اللي على الخارجي يتحكم بالدوران. تشيل واحد من الاثنين راح ياثر على غيره. صحيح. يعني اذا انت عندك تمزق بالخارجي راح ياثر، يمكن يتمزق مع الوقت الداخلي. كتوازن دكتور، يعني الاحتكاك مثلا او نقول الضغط اللي موجود ممكن يتغير عشان شيء يصير هذه الاصابه. ممكن تكون اذا مثلا نبي نشرحها خلينا نقول بالمنطق ممكن يكون هذا الشيء، وعلميا ممكن هم من هذا يكون هذا الشيء، لان انت قاعد تخل بتوازن الركبه، قاعد تشيل وانا يعني من السبورت سيستم مال الركبه نفسه اللي هو الغضاريف والرباط. الرباط مثلا يتحكم بالحركه الاماميه والخلفيه، والغضاريف واحد منهم قلنا حق الروتيشن وواحد منهم هم حق الاستابيليتي. شيل واحد منهم الاثنين راح يتاثرون. صحيح. حتى لو ما كان الحين بعدين مثلا هو عنده رباط صليبي مثلا وما عالجه ممكن يحوشه غضروف بعد سنه سنتين ثلاثه. راح يضطر نظف غضروف منهم واحد منهم يمكن الثاني يتاثر. يعني انت تحاول تحافظ كثر ما تقدر على المفصل، تفكر فيه كانه يعني هو انه مفصل كامل مكمل، تحاول تحافظ عليه كثر ما تقدر بكل جوانبه، لان تدري اذا هو مثلث تشيل واحد منهم يتاثرون الاثنين ويا بعض. صحيح ممتاز. دكتور حمد اللوشي عندي الكثير من الاسئله، وخصوصا راح نتطرق حق بعد ما هذه الاصابه تصير ممكن نحن ننتقل حق الطرق التشخيصيه والفحوصات، علشان بعدها نتطرق حق الطرق العلاجيه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين راح ناخذ فاصل وعندنا فقره جميله جدا، تابعوا الفقره وبعدها نعود مره ثانيه وناخذ الكثير من رسائل توعوية مع دكتور محمد البلوشي. السلام عليكم وحياكم معنا في نصيحة تو كلينيك. الواحد لما تحوش إصابة سواء كانت قوية اللي توقف عن تمرين لفترة طويلة، توقف عن رياضة لفترة طويلة، أو حتى إصابة بسيطة ممكن تأثر على تمرينه، تأثر على أدائه، لازم يكون واعي على كذا شغلة، منها أنك لا تحاول بس شلون أرد مثل ما كنت، بالذات إذا كانت إصابة قوية، لان في وايد ناس يمرون علينا وهذه متشاركه مع علاج طبيعي، بالذات لما اشتغل مع عميل او لاعب قاعد يشتغل مع علاج طبيعي وياينا حق التغذيه والجانب النفسي، فاشوف انه هو وايد مركز على انا كنت اقدر اسوي كذي، انا كنت اتمرن بطريقه ثانيه، انا كنت ادي بطريقه الفلانيه، فتلقاه وايد معلق على الشيء اللي كان يقدر يسويه قبل الاصابه، لدرجه انه مو قادر يركز بالمرحله اللي هو فيها الحين، مرحلة العلاج، مرحلة التشافي، مرحلة أنه هو فعلاً يركز على تمرينه وعلاجه الطبيعي وتغذيته بالمرحلة هذه الحين اليوم، يطالع كله شنو أنا كنت وكنت أقدر أسوي، شلون كنت أقدر أدي، شلون كان لعبي، شلون كان أدائي، وبس يفكر متى أوصل حق هذا الشيء مرة ثانية. لكن اللي يحتاج يركز ويرد تركيزه على اليوم، يحتاج يشوف وضعه اليوم وقدرته اليوم، يحتاج يعرف شنو الأكلات اللي قاعد تفيده والتغذية اللي تفيده اليوم عشان يقدر يتشافى أسرع.
ويطالع نفسه بالتمرين بالعرض الطبيعي بالذات، لا يحاول خلينا نقول مثال اذا كان ينزل سكوات على 100 كيلو ويشيل ينزل سكوات بعدين الحين وقت الاصابه مو قادر يشيل 5 كيلو او حتى 20 كيلو ينزل فيهم. لازم يكون واعي ان هذا طبيعي كمرحله، هذه مرحله انت فيها اليوم الحين قاعد تزيد فيها قوتك او ترد فيها عافيتك وقوتك. نفس الشيء مع الاكل، اذا كنت متعود تاكل اكل معين كميه معينه وقت الاصابه طبيعي جسمك بالبدايه راح يبي ياكل وراح تجوع مثل ما كنت تاكل وكميه الاكل اللي كنت تاكلها قبل الاصابه. لكن بهذا الوقت لازم تكون انت الواعي وانت اللي تتحكم بهذا العامل، انت اللي تتحكم عامل الجوع، انت اللي تقول حق جسمك لا انا اليوم مو قادر اتحرك او ما تحركت كفايه فما احتاج اكل هذه الكميه. ودير بالك ايضا انك خلال الوقت هذا تشافي والعلاج ما تاكل اكل عاطفي. شنو الاكل العاطفي؟ لما تكون انت بسبب ضيقتك بسبب يمكن فراغك حتى لانك كنت متعود على التمرين ووقته وطلعتك من البيت بايام التمرين والنادي او مباريات، الحين صار عندك وقت اللي قاعد البيت او بس رايح مستشفى او رايح العياده للعلاج، فخلال الوقت هذا ممكن تقعد تعوض باكل جسمك محتاجه، كميه جسمك محتاجها راح تاثر على علاجك، راح تاثر على تشافيك وراح تطول لك المده هذه. فحرص خلال الوقت هذه خلال اوقات هذه الاصابات انك تكون واعي على اكلك، واعي على قوتك وقدرتك خلال الفتره هذه. أهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل دكتور محمد البلوشي المختص في جراحة العظام وأيضا المناظير وأيضا الإصابات الرياضية بشكل عام لمفصل الورك والحوض والركبة. ودكتور يمكن قاعد نتكلم عن إصابة الغضاريف والمشكلات اللي تصير في الركبة بالناحية دقيقة للغضاريف. ودكتور ما شاء الله عليك أعطيتني كثير من المعلومات الهامة حول هذا الموضوع، لكن دكتور وصلنا ان اذا احد الاشخاص صارت له اصابه معينه كدمه التواء قاعد يمارس الرياضه صارت عنده اصابه معينه، دكتور في اعراض معينه تبين انه هو لا هني لازم يروح الطبيب، مو مجرد مثلا انه يحط ثلج وخلاص. هل الغضروف في اعراض معينه تخليني لازم اني انا اروح الطبيب ولا لا ممكن ثلج وخلاص واتعايش معاه مثلا؟ طبعا هذا من اكثر الاشياء المهمه اللي المفروض الشخص نفسه يعرفها. يعني عاده مثلا شنو هو عوار الغضروف لو نيجي نحدد بشيء بسيط جدا، اقرب شيء لما اصلي ركبي تعورني ما اقدر اثني ركبي. عرفت؟ يقول لك احس بعوار مثلا من ورا، او انه يقول لك عندي عوار بصبع واحد يقول لك يا داخل يا برا، حتى لما يضغط عليه بالضبط يحدد لك اياه، ما يقول لك والله ركبي كلها تعورني هنا. ممكن تفكر بشيء ثاني، ممكن يكون شيء مثلا التهاب او شيء مثلا معين. ويصاحبه شنو طبعا انتفاخات بين فتره وفتره. يقول لك والله اذا يعني قعدت يوم كامل امشي وايد اول ما ارد البيت احس ريلي متفوخه. احط عليها كريم واحط عليها ثلج، بعض الناس ما ادري ليش يحطون زيت زيتون بس ما ادري، يعني هذا شيء انا سمعته ويالي بالعياده زين. بس يعني كل واحد له طرق المعينه انه يحاول انه يخفف الالم هذا. بس هني مثلا يقول ان اهم الاشياء انه يكون عوار مستمر مزمن ما قاعد يروح مثلا مع المسكنات، مثلا انتفاخات مثلا بالركبه مو قادر يثني ركبه ولا قادر يفردها. يعني هايبر اكستنشن وهايبر فليكشن، لما انت تثني حيل على اخر شيء تحس بعوار، او مثلا انت فارد على اخر شيء تحس بعوار. او بين فتره وفتره مثلا يقول لك اذا الركبه تكفل عندي حسيت انها تمشي، انا مثلا طقت ركبي من بعدها احس اني احتاج اسوي مثلا اضغط عليها عشان تفتح. هني يعني هذا شيء ضروري انه يراجع مثلا الدكتور، لانه ممكن يكون قطع الغضروف نوت ستيبل، يعني مو ثابت بمكانه. ممكن قادر قاعد يدش داخل المفصل قاعد يثبت هذا العوار او هذه القفله. ومن يعني من الاشياء الوحيده اللي ممكن نقول عنها مثلا من ناحيه الغضروف مثلا ايمرجنسي، ان هذا لازم مثلا
نعيد وضع الغضروف بمكانه، نخيطه بمكانه على اساس نتاكد انه ما يرجع مره ثانيه وما ياثر مثلا على قفله الركبه هذه نفسها. دكتور بينت لي ان صاحبه دائما تورم صحيح؟ زين التورم هذا هل هو تورم عادي مثلا دم كذا ولا عاده دائما يكون ماي مثلا؟ شو سبب التورم دكتور؟ عاده يكون ماي. زين يكون هو انفلاماتوري ريسبونس، يعني كانه ريسبونس من الجسم قاعد يقول لك ان في شيء غلط بالركبه، يعني ان في التهاب معين قاعد يصير بس بالحركه الغضروف هذه هي اللي قاعد تسبب لك الالم. في ناس معينين يعني مثلا اقرب مثال انا مثلا عندي غضاريف بركبتين اثنتين وركبتي تطقطق. زين في ناس يقول لك ركبي تطقطق اي هذه نقطه، بس انه مثلا شنو ما فيك عوار مو لازم تسوي شيء. اوكي فيك عوار راجع الدكتور، لان اي واحد ممكن تحوش هذا الشيء، خاصه اذا انت كنت مثلا رياضي او مثلا تلعب رياضه شيء طبيعي ان هذا الشيء راح يصير وياك، بس متى تروح حق الدكتور او تشيك عليها اذا في عوار، في تورمات، في انتفاخات مثلا قفله حق الركبه او عوار انت مو قادر تتحمله ومو قادر تسكنه مع المسكنات اللي قاعد تستخدمها او الثلج او العلاج الطبيعي. ممتاز الدكتور. بالنسبه حق الاصابه هذه بشكل عام، يعني الغضروف اذا صار موجود عند الشخص دكتور، الاعراض اللي تصير فيه وما تستدعي دائما انه هو يروح مثلا امرجنسي يصير الحاله الا اذا قلت لي قامت تكفل وياه. انزين هل في ناس مثلا مروا عليك مصابين في غضاريف مثلا يحتاج عمليه جراحيه مثلا انه يخيطونه او كذا، هل تنصح انه هو كون انه ما في تورم مثلا وما يصير فيها ماي يعني عاده والالم مو قوي، هل الافضل انه هو يتعايش وياها حتى اذا يوصل مثل فئه كبار السن، ولا لا يقول مثلا سوها وانت صغير افضل؟ لما تجي مثلا تقول كذي ما في شيء، خاصه اذا كان شخص صغير بالعمر ما في شيء يقول لك تعايش مع الالم. بس الجانب مثلا من احنا مثلا كدكاتره او كجراحين لازم نحترم مثلا الخطوات اللي لازم نتبعها. عرفت؟ يعني عندنا واحد انه لازم نشوف الطرق العلاجيه التحفظيه قبل ما نلجا حق العمليه الجراحيه. دائما انا اذا دكتور مثلا مريض يالي وقال لي انا عندي غضروف، قلت له مثلا جربت تاخذ مثلا مضاد التهاب وسويت علاج طبيعي؟ يقول لي لا. زين سو هذا اول شيء، بعدين تعال لي، اذا للحين ما فاد زين غزك ابره بعدين وياها علاج طبيعي، جرب ممكن تنفع. لا سمح الله مثلا هذيل الخطوات ما نفع وياه، هني اقول له والله الحل الجراحي ممكن يكون هو الافضل حقك انت عشان يشيل لك هذا الالم وانت تقدر تعيش حياتك طبيعيه. كان مثلا هني كان انه والله لازم يتخيط او كان انه مثلا ننظف له اياه، هذا يعتمد على مثلا على اشعه الرنين وعلى حسب شنو نشوف لمن بالمنظار لما نشوف حالة الغضروف نفسها. ممتاز دكتور، راح ننتقل إن شاء الله حق هالنقاط هذه كلها ونقول حق السادة المشاهدين لا تبعدون، راح نوصل حق الطرق التشخيصية بالكامل ومتى راح يكون في قرار دقيق إن هل أنت تحتاج مثلا عملية جراحية أو إنه يصير في بعض التوصيات والرسائل التوعية من الدكتور المختص حق هذا الشخص مثلا اللي ما يحتاج عملية جراحية. أعزائي المشاهدين راح ناخذ فاصل ونطلع في فقرة جميلة، تابعوا الفقرة وبعدها نرجع نواصل حديث الشيق مع دكتور محمد البلوشي. حياكم الله أعزائي المشاهدين، اليوم بنتكلم عن موضوع رياضي، راح نتكلم عن علم النفس الرياضي، بس قبل أن نتكلم عن علم النفس الرياضي لازم نفهم أن جميع الرياضيين محتاجين أمور يطبقونها عشان يوصلون حق الفورمة الرياضية. اليوم عندنا التغذية، الإعداد البدني، التمرين باستمرار. لما اللاعب يؤدي هالأمور هذه كلها راح يوصل حق الفورمة الرياضية وراح ترتفع لياقته ويوصل حق الهدف المطلوب. بس عشان يكتمل الموضوع عند اللاعب ويوصل حق الشيء اللي يبيه والهدف اللي يبي يحققه لازم يكون في وعي عن موضوع علم النفس الرياضي وبالاخص الاعداد الذهني، لان الاعداد الذهني للاعب راح يوصل الهدف وراح يوخر عنه التوترات والقلق والمشتتات اللي راح تاثر عليه وهو يؤدي، سواء كان المنافسه رياضيه او بالتمرين او التدريب راح ياثر عليه فراح ينزل ادائه. باختصار خلونا نتكلم عن علم النفس الرياضي شنو يهتم فيه. طبعا علم النفس الرياضي هو فرع من فروع علم النفس، يهتم بدراسة سلوك اللاعب أثناء التمرين وقبل التمرين وبعد التمرين أو أثناء المنافسة الرياضية أو قبلها أو بعدها. علم النفس الرياضي طبعا فيه عدة تعاريف، ومن هذه التعاريف علم النفس الرياضي هو يهتم بدراسة سلوك اللاعب
قبل وأثناء وبعد أداء النشاط الرياضي لتحسين الأداء الرياضي. ممكن أن تسألون شلون يعني؟ أنا أقول لكم الحين، قبل أداء النشاط الرياضي سواء كان طبعاً يختلف إذا كان تمرين، إذا كانت منافسة رياضية. طبعاً إذا كان تمرين يختلف، إذا كان تمرين قوي، تمرين حق إعداد بطولات، أو إنه تمرين بداية موسم أو بنص الموسم. وإذا كانت منافسة تفرق، إذا كانت المنافسة مباريات مثلاً ودية، مباريات بطولة، نهائي، تفرق يعني يفرق الإعداد الذهني من هذه المواضيع بين هذه المواضيع. إحنا خلينا نتكلم بشكل مختصر. الإعداد الذهني يكون حق اللاعب، طبعاً لكل لاعب يكون فيه شخصيات، شخصيات اللاعبين يكونوا كلهم نفس الشيء، في لاعب عنيد، في لاعب يتقبل، في لاعب ما يتقبل، يتقبل الفوز، يتقبل الخسارة، يتقبل تعادل. فإحنا لما بين عدة ذهنياً فلازم يكون عندنا فورمة نشوف اللاعب شنو يحتاج، يقعد عند المعد الذهني أو الأخصائي النفسي، يقعد يتكلم معه، يشوف المواضيع اللي هي تنفي، يسأل عن حالته الاجتماعية، يسأل عن حالته النفسية، يشوف وضعه بالبيت، يشوف وضعه مثلاً بالدوام، بعدين يجي على موضوع النادي. لأن اللاعب لما يدش التمرين لازم يكون مرتاح ذهنياً، كل شيء يفكر فيه أو أي مشاكل كانت تحوشه بالحياته عامةً عموماً لازم يقط الشيء وراء يدش التمرين يركز. لأن إذا من يبلش يفكر بأي مشتت راح يأثر عليه بأدائه، راح ينزل المستوى وما راح يؤدي أدائه المطلوب. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عدنا من بعد الفاصل الدكتور محمد البلوشي، كنا قاعد نتكلم عن مشكلة معينة في الركبة وهي المشاكل اللي تكون في الغضروف. دكتور بينت لي شنو الأعراض اللي ممكن هي تسبب هذه المشكلة. دكتور إذا الشخص مثلا ياكم العيادة عنده مشكلة معينة، ممكن ألم بسيط، تورم، ممكن نفس ما حضرتك تكلمت عن قفلة مثلا في مفصل الركبة، تبسوه له عمليات تشخيصية، اشرح لي عمليات تشخيصية تسوونها دكتور من البداية بطريقة تفصيلية. طبعا حال اي مريض مثلا يدش العيادة لازم يكون في تاريخ مرضي حق المريض، انه شنو عنده مثلا من امراض مزمنة، هل كان مسوي عمليات من قبل حق الركبة او غيرها، هل انه عنده مثلا مضاعفات من اي دواء كان قاعد ياخذه. طبعا هذا يساعدك بالعلاجها من بعدين. وبعدها التاريخ المرضي حق الإصابة نفسها، متى صار لك، ايش كثر هني في قفلة ولا مو قفلة، ما في قفلة، جربت تاخذ أدوية حقها، فادك ولا ما فادك، خذيت إبرة بالركبة او ما فادك. بعدين تلجأ حق الفحص الكلينيكي اللي انت تفحص الركبة، تتأكد من مكان الإصابة، شنو نوع يعني الإصابة، وين مكانها، في قفلة، نفس ما قلت لك انه مثلا من اي اثني الركبة متى يحوش العوار، لمن افرد الركبة متى يحوش العوار. في اكثر من فحص معين مثلا نلجأ له مثلا على اساس انه نفحص فيه مثلا الغضروف، نفحص الرباط الصليبي نتأكد انه هو موجود وطبيعي، طبعا في مثلا ثبات بالركبة، وبعدها نشوف الأشعة مثلا كانت هي طبعا اكثر فحص اللي هو احنا نلجا له مثلا، خاصه لما نشوف الغضاريف او الرباط الصليبي هو اشعه الرنين. صحيح. والادق دكتور صح؟ الادق طبعا. لان انت لما تشوف الاشعه العاديه هي راح تبين لك العظم. نعم. بس ما راح تبين لك حاله الغضروف نفسها، اذا كان في قطع وين الغضروف او وين مكانه او شنو نوع التمزق نفسه، هذا ما راح يبين بالاشعه. دائما نلجا مثلا حق اشعه الرنين اللي هي تقريبا خلينا نقول السنسيتيفيتي ويا السنسيتيفيتي اوف ذا examination is يعني هاي، يعني دائما مثلا نلجأ لها على اساس ان نشوف شنو نوع القطع، وين صاير القطع، لان نوع القطع ومكانه يعتمد عليه، لانه يتغير في التكنيك الجراحي حق خياطه الغضروف فيها. نعم دكتور، سويتوا هذه الفحوصات وصارت النتائج تقرير واضح قدامك، هل في بعض الاصابات فيها قطع مثلا في الغضروف تقول له ما يحتاج اسوي لك عمليه او روح الحين تعالي بعد فتره معينه، ولا لا اي واحد يتم تشخيصه فيه قطع في الغضروف يجب انك تسوي العمليه الجراحيه؟ ما في شيء اسمه يجب انك تسوي العمليه الا في حاله واحده،
الركبة تكفل بالنسبة أوكي. حقي أنا شخصياً أوكي. وعند وايد من الزملاء إذا الركبة تكفل لازم عملية، لأنه لازم ترد الغضروف مكانه وتخيطه مكانه أوكي. هذا مثلاً واحد. متى ما يستدعي مثلا العمليه؟ نفس ما قلت لك، انا دائما اتبع او احترم الخطوات اللي المفروض اني اتبعها. نعم. اذا هو كان مو متبعها او مو مسويها ابلش فيه من الزيرو. اول شيء تاخذ مضاد التهاب وعلاج طبيعي يمكن يفيدك. أوكي. ما فادك نروح حق الخطوه اللي بعدها، مثلا غزك ابره تكون مثلا ابره مثلا كورتيزون او ابره بلازما وكمل مثلا علاج طبيعي. ما نفعك هني افكر اني اسوي العمليه. انت لما تكون تتبع هذه الخطوات انت ما تدري المريض متى ممكن يستفيد. صحيح. يمكن يستفيد من الخطوه الاولى وانت ما تحتاج تسوي العمليه. حافظت على الغضروف، يمكن يستفيد بالخطوه الثانيه هم حافظت على الغضروف. الخطوه الثالثه اللي هي لما نلجا حق العمليه الجراحيه هني يعتمد هل انت راح تنظف الغضروف ام هم انت راح تخيط الغضروف. طبعا يعتمد على التمزق نفسه والكواليتي الغضروف مال الغضروف نفسه والعمر هم من يلعب دور. ممتاز دكتور، ننتقل الحين حق العمليات الجراحيه. تم اتخاذ القرار في هذا الشخص المريض المصاب في مثلا قطع في الغضروف ان انتم تسووا له عمليه جراحيه. دكتور كلمني عن العمليه الجراحيه شلون تسوون؟ طبعا عمليه الغضروف عمليه بالمنظار، فتحتين صغار صوب الركبه، واحده منهم حق الكاميرا، واحده منهم حق الاكويبمنت مثلا الاشياء اللي نحتاجها اساس نشوف الغضروف بالضبط نفسه. بنحاول نفس ما قلت لك يعتمد كان يحتاج خياطه غضروف في اجهزه معينه حق خياطه الغضروف. إذا كنا بالنظفة دائما نلجأ إن نحافظ كثر ما نقدر على ما تبقى من الغضروف. ليش؟ عشان نتجنب الخشونة بالمستقبل. يعني لأنه والله يقول لك وايد من مثلا دراسات مثلا أثبتت أن تقول لك والله إذا شلت الغضروف كامل 90% بعد مثلا خلينا نقول 10 سنين راح يحوشهم خشونة. احنا نحاول نتجنب هذا أو نقلل النسبة هذه كثر ما نقدر، أن نشيل على قولتهم ذا مينيمم، أقل شيء ممكن شيء ينشال اللي قاعد يسبب لك الألم. أوكي. يعني أنا أفضل أن أشيل مثلا اقل شيء ممكن ويظل معاه عوار خفيف بين فتره وفتره، ولا اني اشيله كله ويحوشته مثلا خشونه بعد 5 سنين يلي يقول لي انا فيني عوار وصار فيني كذي كذي كذي. يعني مو يعني هذا مو شيء زين. صحيح دكتور، دائما نسمع انه في اشياء بديله، يعني مثلا هذا الغضروف اذا انشال ينحط شيء مكانه، يعني مو الا بالغضروف، ممكن في امور ثانيه. الغضروف هذا مثلا اذا مثلا صار فيه مشكله معينه، ليه ما في غضروف صناعي مثلا ممكن انتم تحطونه يعوض حق هذا الشيء؟ للاسف ان ما في شيء اسمه غضروف صناعي. في شيء مثلا يقول لك والله في ناس مثلا معينين، طبعا يعتمد على الحاله نفسها، يقول لك والله ناخذ له مثلا غضروف مثلا دونر، يعني واحد متبرع بغضروف. اوكي. عرفت مثلا يعني في مثلا في ناس كانوا يسوونها، انا صراحه بالكويت ما شفتها، ما اعرف شخص معين مثلا يسويها، ولكن برا شفت اكثر من حاله وتقريبا كلهم يلجؤون يعني يتوجهون الى الفشل القريب على قولتهم. يعني ما في شيء مثبت علميا انه يقول لك والله هذا يثبت. نعم. عرفت؟ لا سمح الله واحد مثلا عمره بالعشرينات حاشه حادث السياره وانتلف عنده الغضروف كامل. اوكي. هني تقول والله هذا خل احط له اياها على اساس احاول احافظ على على المفصل لاطول فتره ممكنه قبل ما مثلا ما يلجا مثلا خلينا نقول يسوي مثلا تبديل مفصل صناعي بالمستقبل. يعني انت تعطيه على قولتهم فرصه، تعطيه هوب انه ممكن يساعده. بس ما في شيء مثلا معين يثبت علميا انه يقول لك في شيء صناعي حق الغضروف، او انه ان الدونر هذا الشخص اللي مثلا اللي تبرع بالغضروف ماله انه يفيد. ممتاز دكتور، هذا الشخص مثلا سويتوا له عمليه جراحيه وان شاء الله تكون يعني العمليه ناجحه، لكن دكتور هل في توصيات تعطونها حق المريض مثلا ان انا والله شلت لك جزء من الغضروف، او انا مثلا خيطت لك الغضروف، هل مثلا لا تمارس رياضه، هل مثلا لا تسوي اشياء عنيفه، هل لا تستخدم الركبه بشكل وايد كبير؟ شنو التوصيات اللي تعطونها اياه حق اي شخص مثلا سويت له العمليه الجراحيه في مفصل الركبه تحديدا في مشكله في الغضروف؟ امشي اليوم وعيش حياتك تماما. هذا يعني هذا ابسط شيء ممكن اقوله. يعني هو ما يسوى العمليه الا اذا هو كان يبي يرجع حق حياته الطبيعيه اللي قبل. يعني اذا انت سويتها وما كنت راح تسوي هذا الشيء لا تسويها احسن. صح. أي بس يمكن عشان الالم، بس انه في اشياء ممكن تسويها عشان تحافظ على هذا الشيء. صح. اللي هو مثلا يجي دور مثلا العلاج الطبيعي والتقويه. يعني دائما اقول له سوي رياضه، قوي ركبك، لان انت كل ما تقوي مثلا تقوي مثلا خلينا نقول الجزء السفلي مالك، زين شنو راح يقوى وياه؟ ركبك راح تثبت. لا تحافظ على وزنك، لا تخليه يزيد، اذا كان انت كنت شوي اوفر ويت نزل وزنك، حافظ على الغضروف كثر ما تقدر لان تخفف الضغط على الركبه. دائما مثلا اقول مثلا جملتي اقول مع المرضى، مع كل كيلو انت تطيحه راح تحس ان الضغط على ركبك يخف. صحيح. العوار على ركبك تخف. يعني انت مارس حياتك الطبيعيه ولكن خلها شويه تكون اللايف ستايل شويه يكون صحي، يعني اكل صح، مارس رياضه،
قوي ركبك وحافظ على هذا اللايف ستايل، خليك انه دائما مواظب عنه، لا توقف مثلا فتره من الفترات، لان راح تلاحظ كل ما تضعف او توقف رياضه راح يبلش العوار وياك. صحيح دكتور، احنا ما نبي نهاجم بعض اللعبات، لكن دكتور من الواضح ان اللعبات اللي فيها تغيير بالنسبه للارضيه، بينت لي دكتور ان هذه ممكن تسبب مشكلات بالنسبه للغضاريف، وخصوصا مثلا يعني احنا قلنا عنها هبه اللي هي هبه البادل، رياضه البادل، انا اعتقد انها هي هبه ايجابيه لان في النهايه هي رياضه، لكن لو تكون انت رياضي مثلا ومتعود تعرف شلون يعني بعض الحركات او البوزيشن الصح هني، بس ان انت مثلا مصاف السمنه مثلا وغير رياضي ويتمارسها، اعتقد راح يكون جراء ممارسه هذه الرياضه سلبياتها اكثر من ايجابياتها. هو صح، يعني انت مثل اي رياضه، انت لا تدش دعوم مره واحده، زين سخن درايت، يعني لازم تسخن، لازم مثلا تتبع مثلا اجراءات معينه، خل ايدك وجسمك يعني ياخذ على الوضع، ياخذ على الاحساس الفيلينج مال الملعب نفسه، الاتجاهات المعينه. يعني مشكله، احنا مشكلتنا اتوقع بالكويت، يعني يمكن انا يمكن انت لما تيجي تلعب كره فول باور تتحمس سلايد ننزل هني انزل هني، ما نفكر انه يعني مثلا انه وضعنا الحين مو نفس قبل 10 سنين، جسمنا مو نفس قبل 10 سنين، يحتاج هم ان نتدرج، عرفت؟ يعني انت متي ما اقول لك مترد مثلا النادي من بعد 6 اشهر، ما اقول لك اركض مثلا 10 كيلو، صح. اركض كيلو اول شيء، قوي جسمك، بعدين هم اركض، بعد زيد عليها 200 متر، زيد عليها 200 متر، زيد عليها 200 او دقائق، بعدين تدرج بالشيء لين تاخذ على اللعبه، لين تاخذ، يعني كانت هي بادل، كانت هي تنس، كانت هي سكواش، كره، اللي هو، بس انه اخذ الشيء تدريجي، اخذ الاحماءات الصح المفروض انك تسويها، تاكد ان جسمك مستعد ان انت تتحمس. صحيح. لا تتحمس قبل الوقت المفروض تتحمس فيه. ممتاز دكتور محمد البلوشي، اشكرك على كل المعلومات القيمه باسمي وباسم اسره برنامج تو كلينك. تشرفت بوجودي وياكم، وصراحه اتمنى تكون حلقه ممتعه والمشاهدين استمتعوا ويانا واستفادوا من النصائح اللي قدمناها اليوم. اكيد دكتور، اكيد دكتور، لا شك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، مع السلامه.